بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. لدي أحد التعليقات المختارة يقول: تخيل لو أن وهابيا كان في جيش الملك الصالح طالوت الذي اختاره الله قائدا لبني إسرائيل على لسان نبيهم وبرفقته نبي الله داود عليه السلام، ثم علم الوهابي أنهم سيحملون في مقدمة الجيش تابوتا خشبيا فيه بقية من آثار موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، مثل العصا والثياب وغيرها، مع مراعاة أقوال المفسرين يقول، وأن هذا التابوت سيكون فاتحة خير لهم بالنصر والفتح المبين. لا شك أن الوهابي سيصرخ بأن هذا شرك، وأنهم يعبدون التابوت الخشبي ويطلبون النصر منه، وربما انضم إلى جيش جالوت لقتال هؤلاء القبوريين المشركين. صحيح، لماذا يفكر الوهابية في هذا؟ التبرك في كتاب الله سبحانه وتعالى قد جاء هذا منه، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ طيب لماذا مقام إبراهيم بالذات يا أخي؟ تعبدا. طيب لماذا يأمرون الله بهذا التعبد؟ الله تعالى ماذا يقول؟ تعبدوا في هذا المكان. أعجبتني كلمة للحبيب عمر بن حفيظ، يقول: الحج مهرجان للتبرك، من أول إلى آخر تبرك، الحج من أول أنساكه إلى آخرها تبرك. تبتدئ بالكعبة الشريفة، روى الأزرقي أن فيها أكثر من 60 أو 70 نبيا دفن في هذا المكان. تأتي وتطوف وتتخذ من مقام إبراهيم مصلى كما أمرك الله تعالى، يعني تتبرك بآثار النبي، هذا نبي من أنبياء الله تعالى، ثم تطوف بين الصفا والمروة، المكان الذي طافت به هاجر أم إسماعيل، تطوف في نفس المكان الذي طافت فيه هذه المرأة الصالحة أم ذلك النبي وزوجة ذلك النبي. لماذا الله تعالى يخلد النسك بهذه الطريقة؟ تذهب إلى رمي الجمار، رمي الجمار أفعال فعلها إبراهيم، تقف تفعل كما فعل إبراهيم وتتحرى تلك الأماكن، تقبل حجر الأسود، تقبل حجر حجارة. ما معنى أقبل؟ يعني لا أتبرك به، هو تبرك، هذا اسمه تبرك، شئت ما بيت، يعني لماذا أقبل حجر؟ قال عمر: إنه حجر لا يضر. قال عمر: إنه حجر لا يضر، تمام، وما قلنا، وما أحد قال إن الأولياء يضرون أو ينفعون، ما أحد قال إن الأولياء يضرون أو ينفعون، الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. فهل سيقاتل الوهابي مع جيش طالوت أم مع جيش جالوت حتى يحارب المشركين القبوريين الذين يتمسكون بآثار الصالحين؟ هذا فوبيا، رهاب، فوبيا يعني باللغة الإنجليزية، كلمة عربية رهاب، رهاب الشرك، رهاب التبرك. تأتي فتقرأ في سير الأئمة، يندر أن تجد واحدا منهم إلا وهو يتبرك. نعم، هذا أحمد بن حنبل وهذا الشافعي، واحد يغسل قميص الثاني يتبرك به، وعبد الغني المقدسي يصاب بدمل فيمسحها بتراب الإمام أحمد، وابن خزيمة يتبرك بتربة الإمام علي الرضا، وكذلك ابن حبان
وأئمة الحديث وأئمة الدنيا وإبراهيم الحربي يقول قبر معروف الكرخي هو الترياق المجرب، والشافعي يصلي عند قبر أبي حنيفة ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته، والأئمة والعلماء والصالحون والأولياء، إلى أن جاء واحد اسمه ابن تيمية قال لا، هذا طريق إلى الشرك. السلام. والأمة والأئمة والأئمة هؤلاء، الأمة والأئمة هؤلاء ماذا نفعل بهم؟ ويستمر الأمر في كتابات المتأخرين من الحنابلة السحب الوائلة الوابلة على ضرائح الحنابلة. تصور، تصور اسم الكتاب هكذا، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، يعني حتى الحنابلة الذين جاءوا من بعد ابن تيمية ما أعجبهم هذا الكلام. بل أزيدك من الشعر بيتا، تلاميذ ابن تيمية والمقربون لابن تيمية، هذه الحاجة التي يضع فيها الزرنيخ ولا حاجة أو الزئبق كانت تطرد القمل، اشتروها بكذا وكذا بمبلغ كبير جدا من الدراهم آنذاك تبركا بها، وأخذوا غسالته وفعلوا وتركوا. الله أكبر، هؤلاء تلاميذ ابن تيمية. واحد اسمه ابن تيمية قال التبرك ما يجوز، وما عنده رأي خطأ. إيش يعني لن تقوم القيامة إذا ما قلنا إن ابن تيمية قد أخطأ في هذا؟ أو يا أخي ماش نحترم رأيه، واحد اسمه ابن تيمية قال لا تتبركوا فإن التبرك ذريعة ربما تؤدي. آه تمام ماشي الحال، لكن الآخرين ما قالوا إنها ذريعة، وقالوا لا إشكال في هذا ما دامت العقيدة صحيحة وسليمة ولا يوجد إشكال في هذا الباب. بل نجد تلاميذ ابن تيمية أعرضوا عن كلامه ولم يلتفتوا إليه كالذهبي. لاحظ المواضع الذي ذكرها في التبرك بأثار الصالحين، خصة معروف الكرخي ذكرها الذهبي وعلق عليها مؤيدا، يقول لأن الدعاء عند قبول الصالحين يجاب، بل الدعاء يجاب في كل مكان. تأتي لابن كثير، هم دائما هكذا يعني يقولون هؤلاء تلاميذ شيخ الإسلام. طب تلاميذ شيخ الإسلام هذا، اقرأ ما ذكره في أحاديث عام الرمادة، أحاديث سنة 18، وهو يروي تبرك الصحابة بالقبر الشريف واستغاثتهم بقبره عليه الصلاة والسلام، وطلب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لأمته. هذا كله الشرك أكبر مخرج من الملة. إيش هذا إيش هذا؟ انفتحوا، الجواب جاهز. هذا قبوري عدو الله يدعو الناس لعبادة القبور. أخي ما قلناك ادعو الله عبادة، متى قلناك اعبد القبور؟ ها مني إلى كل وهابي يسمعني وإلى كل سني، كل إنسان يعظم حيا أو ميتا سوى الله سبحانه وتعالى تعظيما فيه معنى الألوهية أو الربوبية فهو كافر خارج من دين الإسلام. كل من يعبد حجرا أو شجرا أو بقرا أو قبرا فهو عدو لله والرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنت الآن مصيبة حينما تجعل أي تبرك عبادة، هذه كارثة، هذه كارثة لا يعرف، لا تعرفها لغة العرب ولا يعرفها شرع الله تعالى. لماذا القرآن يذكر هذه الأشياء؟ ها؟ لماذا القرآن يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ الله، يعني القرآن يقرهم على الشرك، على عليهم مسجد، على ماذا؟ على قبور الصالحين هؤلاء، على قبور الكهف. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما دام شركا وضلالة وكذا، لماذا لا يقول ولبئس ما كانوا يفعلون؟ والله ايش؟ ان هؤلاء كما فعل كبير الوهابية ابن عبد الوهاب لما رأى الناس يتبركون بقبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. هكذا تاريخ ابن بشر في البدايات، او ابن غنام، واحد منهم هكذا في مقدمتي يذكر هذا عن شيخي إسلامي ابن عبد الوهاب في الصفحات الأولى. ما هذا الضلال المبين؟ القرآن يقول الناس على عبادة على الشرك هذا. طب تعالوا الآن نأتي لو نأخذ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون ونتبرك بهما، ماذا سيقول الوهابية علينا؟ سيكفرونا، سيخرجون من دين الإسلام. طيب بقية مما ترك آثار سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آثار سيدنا محمد رسول الله، هذا الشرك أكبر. إيش هذا؟ هذا ضلال مبين. العاقل من هؤلاء سيفكر، من سلب نعمة العقل فخلاص
إذا أسقط ما إيش ماذا يقولون؟ إذا أسقط ما وهب ترك ما أوجب. الناس يقول أوهب، لا وهب، وهب يهب يعني. إيش هذا؟ أفيقوا أفيقوا، فكروا قليلا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.